بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، محاضرة هي المحاضرة الأولى في الكولامز أو تصميم الأعمدة. أول حاجة عايزين نتعرف عليها هي تعريف الأعمدة. تاني حاجة عايزين نعرفها أنواع الأعمدة المختلفة. تالت حاجة كيفية أو تصميم أول نوع من أنواع الأعمدة اللي هي الشورت كولم، اللي هنعرف بعد كده هي عبارة عن ايه. واخر حاجة عايزين نعرفها الرينفورسمنت ديتيلز او التفاصيل المختلفة لحديد التسليح في الاعمدة. اول حاجة تعريف العمود بنقول عليه هو الفيرتيكال ستراكشر ميمبرز او العناصر الانشائية الرأسية. العناصر دي هتنقل الاحمال بتاعتنا اللي هي الاحمال الرأسية اللي هي احمال الايه الضغط، وقد تكون الأحمال الرأسية ديت مصحوبة أو غير مصحوبة ببندنج مومنت أو عزوم، وبالتالي هي تنقل الأحمال بتاعتنا من البلاطة أو من الروف إلى الأساسات بتاعت المنشأ. لو إحنا جينا نبص للصورة ديت، دي بلاطة سيمبل بسيطة جدا. البلاطة ديت محملة بالأحمال الرأسية اللي هي الديد لود واللايف لود، ممكن تكون وان واي وممكن تكون وان تو واي زي الحالة اللي قصادنا. زي ما احنا عارفين ان البلاطة بتاعتي هتنقل الاحمال للكاميرات. بعد ما الاحمال هتتنقل للكاميرات، الكاميرات ديت هتنقل الاحمال بتاعتي الى الكولامز او الاعمدة اللي هي العناصر الرأسية او الـ vertical structure member اللي هتنقل الاحمال بتاعتي للاساسات. قد يكون في قوى افقية زي أحمال الرياح والزلازل ممكن تسبب لي عزوم على الأعمدة. برضه هي بصورة تانية بتوضح لي إن الأحمال بتاعتي ممكن تتنقل من البلاطة أو من الروف ده إلى البيمز اللي هي supporting element اللي هي واضحة قصادنا ديت، وبعد كده البيمز ديت هتنقل الحمل بتاعنا للإيه للعمود. الصورة دي مختلفة شوية عن الصورة اللي فاتت، إن الحمل هيتنقل عند النقطة دي مش هيتنقل في السي جي بتاع الإيه العمود. يبقى هنا في اكسنتريستي بين مكان تأثير الحمل وبين مركز العمود، يبقى يتنقل في صورة بي وإي أو اكسنتريستي هتسبب لي بندنج مومنت على العمود. قد تكون بعض الواجهات المعمارية إن أنا أعملها خرسانة من الأول عشان تقدر تاخد شكل معين يقدر يتحمل الأحمال المختلفة. واضح هنا إن الأحمال أو واضح هنا إن الأعمدة مش فيرتيكال، واخده شكل كده ايه منحني او كيرفت. برضو الصوره ديت بتوضح لي في اعمده راسيه تماما، وفي هنا اعمده في شغل في الواجهه مش ماشيه راسيه من الاول للاخر. طب يبقى الحمل زي ما احنا عارفين هيتنقل من الادوار العليا الى الادوار السفلى، العمود اللي تحت هيشيل كل احمال الادوار اللي فوق، يبقى الحمل بتاعي هيتنقل بالشكل ده لغاية النقطة ديت. في نلاحظ هنا ان في ميل في العمود. طب الحمل هيتنقل من النقطة دي للنقطة دي ازاي؟ هيتنقل مباشرة؟ لا، لازم هيتنقل من خلال العمود ده. نلاحظ ان العمود ده هنا كده في ميل، يبقى الحمل بتاعي هيتنقل من النقطة دي للنقطة دي بحمل رأسي مصحوب ببندنج مومنت حوالين الايه العمود ده، وبرضو عند النقطة دي هيتنقل من النقطة دي للنقطة دي، يبقى هنا في لا مركزية للحمل، يبقى في مومنت على العمودين دول. وبرضو نلاحظ ان الايه الاعمدة برضو اللي على الاكس ده برضو هنا في عمودين كده فيهم ايه فيهم هيبقى فيهم مومنت او لا مركزية في الاحمال. وقد تكون الواجهة كلها فيها ميل واحد بادئ من الأدوار اللي تحت إلى الأدوار العليا، يبقى برضو الأحمال هنا فيها لا مركزية، يبقى هنا الأعمدة دي هيتصمم هيكون عليها بيندنج مومنت اللي هي على الحرف دي أو على الواجهة مصحوبة بالأحمال الرأسية على العمود. لو احنا بصينا على الأعمدة بتاعت الكباري، هنلاحظ الأعمدة بتاعت الكباري لو أنا بتكلم على الجزء ده كده ممكن يتولد عليه بندنج مومنت، ممكن يكون في جزء من الترافيك شغال وجزء تاني مش شغال، يبقى ممكن يكون في بندنج مومنت من الناحية ديت. لو أنا بتكلم على الاتجاه التاني اللي هو الاتجاه الطولي، قد تكون الليزبانس مختلفة، قد يكون الجردرز بتاعتي فيها كيرفت يولد لي تورشن على الأعمدة، فالأعمدة بتاعت الكباري هتكون بالإضافة إلى الأحمال الرأسية
ممكن تكون مصحوبة بيندنج مومنت في اتجاه واحد او في اتجاهين، وممكن يكون برضو عليها تورشن بيلف حوالين المحور الطولي للعمود. يبقى اذا العمود في الحالة النهائية له معرض الى احمال رأسية. الاحمال الرأسية دي ممكن تكون مصحوبة بعزم حوالين محور اكس وعزم حوالين محور ايه محور واي، او عزم في اتجاه واحد ايه فقط. يبقى انا عايز اوصل للقطاع الامثل اللي هو يكون امن في التصميم وتفاصيل التسليح اللي تقدر تحقق لي الايه السيفتي والايكونومي. لو عمود في منشأ سكني زي الصوره ديت، واضح هنا ان كثافه التسليح والمسافه بين الكنات اكبر بكتير من الصوره الثانيه ديت اللي بتوضح لي ان في كثافه عاليه جدا من التسليح، والمسافات بين الكنات اللي هي الحديد الافقي ده بتكون قريبه جدا، والاقطار هنا اكبر بكتير من الاقطار المستخدمه هنا. يبقى كل قطاع طبقا للاحمال الواقعه عليها يبقى له تصميم مختلف عن التاني. بنلاحظ ان العناصر الرئيسيه اللي هي الاعمده مهمه جدا، لان حدوث اي انهيار للاليمنت بتاعنا هو العمود في اي جزء من المبنى قد يؤدي الى انهيار المنشأ كله، وده اللي حدث لمبنى التجارة العالمي. تعالوا بعد كده نشوف الفيلير مود او انواع او اشكال الانهيارات اللي ممكن تحصل في الاعمدة. عندي ثلاث انواع. النوع الاولاني بنقول عليه كومبريشن فيلير، انهيار الخرسانة في الضغط، الاجهادات او الاسترين اللي فيها يوصل لاقصى استرين قبل حديد التسليح ممكن يحصل لها انهيار نتيجة الباكلينج. ممكن الانهيار بتاع او المود اوف فيلير الثالث يكون مشترك بين الباكلينج والكمبريشن فيلير. غالبا بنقول الكمبريشن فيلير ده بيحدث للاعمدة اللي هي بنقول عليها الشورت كولم او الاعمدة القصيرة اللي مش هيحصل لها انبعاج، والباكلينج ده غالبا هيحصل للاعمدة اللي احنا بنقول عليها الاعمدة اللونج او السلندر اللي هي الاعمدة النحيفة اللي بيكون ليها نسبة نحافة اكبر من حد معين. ده صورة بتوضح شكل المود اوف فيلير. ده المود اوف فيلير الناتج عن الكمبريشن، واضح هنا كراشنج في الخرسانة نتيجة الاسترينز العالي اللي وصلت له الخرسانة. الباكلينج هيحصل انبعاج او دلتا للعمود بالشكل اللي قصاد. دي صورة بتوضح لي هنا ايه كومبريشن فيلير في الايه في الخرسانة بتاعتنا عند الكونكشنز او الوصلة دي. عايزين بعد كده نعرف الانواع المختلفة من الاعمدة وازاي اقدر اقسمها. اقدر اقسمها طبقا لحاجات كتير جدا. اول تقسيمة عندنا بقسمها طبقا لشكل الكنات وحديد التسليح الموجود. طبقا لشكل الكنات وحديد التسليح، اول حاجة عندنا التايت كولم، بنقول ده عليه عمود بكنات منفصلة اللي هو الشكل الاولاني ده. يبقى ده الحديد الرأسي ودي الكنات بتاعتي، كل كانة منفصلة عن التانية، هي مربطة الأسياخ الرأسية زي ما هي واضحة فوق كده، لكن هي منفصلة عن الكانة التانية. النوع التاني اللي هو السبايرر، ده بنقول عليه عمود بكنات حلزونية أو كنات متصلة. يبقى الكانة بتاعتي هي عبارة عن سيخ واحد، هو واخد شكل الايه السبايرر، وبيجيت بنقول عليها البيتش او الخطوة بتاعت الايه الكيانة. قد يكون العمود بتاعي كومبوزيت زي الشكل ده، ممكن يكون عبارة عن ستيل بايب في قلبها ايه رينفورسد كونكريت زي الايه زي الشكل بتاعنا ده. ممكن اصنف الاعمدة بتاعتي طبقا لتقسيم تاني خالص، طبقا للشكل الخارجي بتاعها. ممكن تكون اعمدة مربعة او مستطيلة زي الاعمدة ديت، وممكن الأعمدة بتاعتي لو في مبنى إداري أو في مدخل يكون الشكل بتاعها إيه سيركولر. غالبا العمود اللي هو الريكتانجولر ده هيكون مع كنات تايد اللي هي منفصلة. العمود السيركولر ده ممكن يكون بكانة سبايرر حلزونية، أو ممكن يكون كانة دائرية منفصلة، في الحالة دي بنقول عليه تايد سيركولر كولم. يبقى السيركولر كولم ممكن يكون تايد وممكن يكون إيه سبايرر. ممكن اقسم الاعمدة بتاعتنا زي ما قلنا من شوية طبقا للسترينس، او هل هي شورت كولم يعني نون سيلندر مش هيحصل لها انبعاج وهتنهار زي الشكل ده نتيجة الكمبريشن او الكراشنج فيلير، وممكن
تكون سلندر أو أعمدة نحيفة هتنهار نتيجة الباكلينج أو الانبعاث. ممكن أصنف الأعمدة طبقا لمكان الحمل بتاعي، هل هي كونسنتريك لودد كولم، يعني الحمل بتاعي هيأثر بالظبط في السي جي بتاع الايه القطاع بتاعي، ولا هل هي اكسنتريك لودد كولم، في اكسنتريستي أو في ترحيل بين النقطة اللي هيأثر بيها الحمل، هيأثر فيها الحمل ومركز أو السي جي بتاع القطاع بتاعنا زي الشكل ده. ده بنقول عليه ايه كونسنتريك، يبقى الحمل هيأثر في السي جي بتاع القطاع. ممكن يكون ايه ده كونسنتريك ده اكسنتريك، ممكن يكون عندي اكسنتريستي في اتجاه واحد، وممكن تكون الاكسنتريستي بتاعتي في الايه في الاتجاهين، او الحمل مترحل او بعيد عن محور اكس وفي نفس الوقت بعيد عن محور واي. في الحالة دي بنقول عليه باي اكسيال بيندنج. ممكن اصنف الاعمدة بتاعتنا تصنيف مختلف خالص طبقا هل هي بريزد ولا ان بريزد، هل هي اعمدة مقيدة ولا غير مقيدة. كلمة البريزد والان بريزد دي بمعنى ادق، او بنقول للبريزد للمنشأ كله، احنا بنقول المنشأ بتاعنا غير ان هو بيكون معرض للاحمال الرأسية، بيكون معرض لقوة افقية بتشمل او زي احمال الرياح واحمال الزلازل. لو المنشأ بتاعي هيقدر او هيتأثر نتيجة القوة الأفقية ديت عند أعلى نقطة في المنشأ مش هيحصل له إزاحة، في الحالة دي بنقول عليه إيه بريزد كولم. لكن لو المنشأ بتاعي ابتدى يتأثر وحصل له إزاحة فوق عند أعلى نقطة من فوق، في الحالة دي بنقول عليه أن بريزد. طبعا مفيش نوع أفضل من التاني، هما الاتنين بعتبرهم معايا في الإيه في التصميم، كل عمود عندي طبقا للحالة بتاعته أقدر أصممه. زي ما هنعرف بعد كده إن الأنبريزد كولم بيكون احتمالية إن هي يحصل لها باكلينج أو انبعاج أكتر من الأعمدة البريزد. دي صورة بتوضح لي إمتى الأعمدة بتاعتي أو المنشأ زي ما قلنا البريزد أو الأنبريزد دي هنطلقها على المنشأ مش عمود بعينه، يبقى أنا أقول المنشأ كله. طبعا واضح هنا ان في حوائط اللي هي الشير وول، احنا طبعا لازم نعرف حاجة ان الشير وول برضو هي بنقول عليها عناصر رأسية، بس الطول بتاعها على العرض النسبة بينهم اكبر من 5، الطول بتاعها كبير جدا طالع بارتفاع المنشأ كله، فانا عندي هنا حوائط في اتجاه ايه واي، او الانيرشيا الكبيرة بتاعتها او ضربها الكبير في اتجاه محور واي. الحوائط دي ممكن تخلي لي المنشأ بتاعي بريزد في اتجاه ايه واي. ممكن يكون الشكل التاني ده عندي كور او شير وول واخده شكل الايه المربع او المستطيل ده، فديت هتديني انرشا كبيره في اتجاه واي وانرشا كبيره في اتجاه اكس، فقد تكون الاعمده او المبنى ده بريزد ان اكس اند واي دايركشن في الاتجاهين، وهتتحسب بالظبط بالانرشا بتاعتها هل هتوفي ان هي بريزد ولا ان بريزد، مش مجرد ان في وجود حوائط ان انا اقدر اقول بريزد، لا ده في حوائط والحوائط دي تحقق شرط معين هنعرفه بالظبط طبقا لمواصفات الكود المصري. المنشأ ده لا في حوائط في اتجاه اكس ولا حوائط في اتجاه واي، يبقى ده من غير ما احسب حاجه يبقى هو ان بريزد. ممكن اصنف الاعمده بتاعتنا طبقا للماتيريال اللي هي بتاعه الاعمده، في اعمده رينفورسد كونكريت وده موضوعنا، بس ممكن الاعمده بتاعتي لو في منشآت معدنيه تبقى ستيل، ممكن تبقى تمبر او خشب، ممكن تكون بريك او طوب، ممكن تكون طوب الاحجام بتاعته كبيره اكبر من 40 سنتي، ما بنسميهاش بقى بريك بنقول عليها في الحاله دي بلوك، ممكن تكون احجار مختلفه او من انواع مختلفه، لكن موضوعنا اللي احنا هنتكلم عليه هو الرينفورسد كونكريت. لو احنا ابتدينا عايزين نتكلم على اول نوع عندنا اللي هو التايت كولم، التايت كولم احنا لسه معرفينه من شويه، قلنا عمود بكانات منفصله، يعني ايه كانات منفصله؟ يبقى كل كانه رابطه الحديد الرأسي بتاع العمود بس منفصله عن اختها، الكانه بتتكرر زي ما احنا عارفين منفصله عن الكانه الثانيه، الصوره دي هي بتوضح لي ادي الحديد الرأسي، الحديد الرأسي متربط بكانات كل كانه منفصله عن الكانه الثانيه. العمود السبايرر
بنقول عليه هو عمود بكانة ايه متصلة زي ما احنا ايه وضحنا بعد كده. احنا بس هنوضح الفرق بين الاتنين وبعد كده هنبدأ في الايه تصميم التايت كولم مباشرة. العمود السبايرال يبقى الكانة بتاعتي هي كانة واحدة ايه متصلة بالخطوة بتاعتها دي بنقول عليها البيتش او الخطوة بتاعت الايه الكانة. فاحنا لو بصينا للصورة دي هي كانة واحدة واخدة شكل الايه السبايرال. طبعا الشكل ده شائع وكلنا بنشوفه او كلنا اكيد شفناه او نركز نشوف الشكل ده بيكون موجود في الايه في الخوازيق او في البايلز لانه بيشيل احمال اعلى زي ما هنوضح في الصورة ديت. الفرق بين سلوك التايت كولم والسبايرال كولم بنلاقي لغاية حدوث ييلدنج للحديد تقريبا السلوك بتاع التايت والسبايرال بيكون واحد، ولكن عند الانهيار السبايرال بيحسن لي السلوك بتاعت الاعمده لان الكانه الحلزونيه ديت عامله كونفايننج للايه للعمود بتاعنا وبالتالي بتحسن الدكتيلتي بتاعته وبتقدر توصل لاجهادات عاليه جدا في الخرسانه قبل حدوث الانهيار، وبالتالي السبايرال ده يفضل في الاحمال العاليه زي الكباري وزي البايلز او الخوازيق لانها تشيل احمال المبنى بتاعنا كله او في المنشآت او الاعمدة المقاومة لاحمال الزلازل هتديني ductility عالية جدا لان انا يهمني في الاول وفي الاخر الدكتايل فيلير. تعالوا نشوف الشورت كولم او التايت شورت كولم هنصممه ازاي. لو احنا اشتغلنا على الالاستيك بيهيفير يبقى انا اقدر اقول ان الاستريس بيساوي اللود على الكروس سكشن اريا، يبقى اللود ده الحمل بتاعنا الكروس سكشن اريا، يبقى الاريا كونكريت زائد الاريا ستيل اللي في قلب القطاع مضروبه في الان او المودرال ريشيو عشان اكافئ حديد التسليح بتاعي للخرسانه هيقدر يشيل اكتر طبعا فبضربه في الفاكتور اللي هو الان. بنلاحظ ان تاثير او التغيرات في السترين والستريس مع الزمن او الحمل الثابت مع الزمن اللي هو الكريب بنلاحظ ان تاثير الخرسانه مختلف عن الحديد، الخرسانه هتقل غير حديد الايه حديد التسليح بتاعنا. وبالتالي ان الكريب والشرينكج اللي هيحصل في الحديد والخرسانه مش هقدر امثله قوي او اقدر اعتبره معايا في لو انا استخدمت الالاستيك اناليسيز. وبالتالي في تصميم الاعمده تقريبا من سنه 1940 احنا شغالين على السترينث ميثود او بمعنى ادق ان الكريب والشرينجش او التغيرات الزمنيه هنعتبر ان هي مش هتاثر على السترينث بتاع الايه العمود او مش هاخدها معايا في الايه في الاعتبار. يلا بقى نبدا في تصميم التايت شورت كولم او العمود اللي هو بكانات منفصله. يبقى لو انا قلت السترينث او السترينث بتاعت الخرسانه بتساوي 0.67 اف سي يو هقسمها على معامل الامان بتاع الخرسانه تديني 0.45 وجهاد الحديد اف ييلد مقسوم على الجاما ستيل يديني 0.87 وبالتالي القوه النهائيه او الفورس اللي يقدر يشيلها القطاع بتساوي اجهاد الخرسانه في مساحه القطاع الخرساني اللي هو 0.45 في اريا كونكريت زائد اجهاد الحديد اللي هو 0.87 في مساحه الحديد الرأسي اللي موجود في القطاع يبقى زائد 0.87 اف واي في الاريا اس تي. القيم دي اللي هي 0.45 والقيمه الثانيه بتاعت حديد التسليح بقللها حوالي 10% عشان اخد تاثير المينيمم اكسنتريستي معايا، يبقى انا هشتغل على 0.45 الاف سي في اريا كونكريت زائد 0.75 الاريا ستيل في الاف فيل. طبعا البيمز بتكون مرتكزه على الكولمز مش في نقطه، ده بيكون عندي قطاع والقطاع ده عليه اجهاد والاجهاد ده ممكن يسبب لي بعض العزوم على الاعمده فبرجع اقلل الاجهادات بتاعتي تاني المسموحه للخرسانه والحديد. بقول تقريبا الفورس النهائيه بتساوي 0.35 اف سي يو في اريا كونكريت زائد 0.67 اريا ستيل في الاف فيل، ودي المعادله اللي اشتغل عليها الكود المصري لغايه اخر تحديث عندي في الكود 2017.
رجع هنا في المعادلة الاختلاف الوحيد ان هو خصم من الاريا كونكريت، الاريا ستيل اللي هو مساحة الحديد اللي موجود في قلب القطاع، بحيث ما يبقاش ايه اتحسب مرتين، يبقى اخد 0.35 اف سي يو اريا كونكريت الفعلية اللي هي اريا كونكريت متشال منها مساحة الحديد الرأسي زائد اجهاد الحديد اللي هو 0.67 اريا ستيل في الاف ايل. نلاحظ ان المعادلة اللي فاتت ديت فيها مجهولين، الاريا ستيل والاريا كونكريت، فانا لو قدرت اجد علاقة بين الاتنين دول اقدر احسب اقصى حمل يقدر يشيله العمود، والعكس صحيح، لو انا عندي اقصى حمل اللي هو الحمل التصميمي وانا عايز اجيب الاريا، يبقى هفرض الاريا ستيل نسبة واجيب الاريا كونكريت بالعكس. بس عندنا بعض الملاحظات على تفاصيل التسليح والقطاع الخرساني. بنقول بالنسبة للعمود الدائري اقل قطر عندنا بيكون 200 مللي، بالنسبة للاسياخ الرأسية اقل حاجة 12 مللي، يبقى انا الاقطار المسموحة 12 و16 فيما فوق و18 وهكذا. بنقول ان اقل قطاع عمود هيسمح باربع اسياخ فقط هو ال 300 مللي متر، لان المسافة القصوى بين الاسياخ ما تزيدش عن 250 مللي، يبقى لو هو اكبر من 300 يبقى هيحتاج اكتر من اربع اسياخ. بنقول اقل عدد اسياخ في العمود الدائري 6 اسياخ. بنقول احنا قلنا هفرض الاريا ستيل نسبة من الاريا كونكريت، لا ده الاريا الميو بقى اللي هي نسبة الحديد ديت ليها حدود مينيمم ما ينفعش اقل عنها، وليها حدود قصوى ما ينفعش اتجاوزها عشان الشرط بتاع الايه الدكتيلتي بتاعتي، عشان القطاع بتاعي يبقى دكتايل فيلير. بنقول الميو مينيمم بناخدها 8 من 10 من الاريا اللي انا حسبتها، او اللي انا حسبتها هقربها، لان ممكن الاريا اللي انا محتاجها تطلع 300 مللي في 520 مللي، انا هقرب ال 520 دي اخليها 300 في 600، يبقى في الحالة دي لو انا هحسب 6 من 10 من الاكشوال بقى اللي انا هختارها اللي هي 300 في 600، لكن 8 من 10 دي من المطلوبة اللي هي 300 في 520. العمود السبايرر بنزود المينيمم شوية، بناخد 1% من الكروس، او بناخد 1.2 من المساحة اللي داخل الكنال السباير. الاريا ستيل ماكسيموم او اقصى نسبة حديد دي طبقا لمكان العمود، هل هي 4؟ بناخدها بالعمود الداخلي 4%، العمود اللي على الحرف 5%، العمود اللي في الكورنر بناخدها 6%. الصورة دي بتوضح لي احنا اتكلمنا على الحديد الرأسي نسبته، واتكلمنا على القطاع واقل قطر. تعالوا نتكلم على الكنات. الكنات هنتكلم على حاجتين، القطر بتاع الكنة كام، والمسافة بين الكنة كل قد ايه، هتتكرر كل قد ايه. احنا عارفين بين الكمرات قلنا المينيمم 5، طب الأعمدة؟ لا، الأعمدة بنقول القطر بتاع الكنات أقل حاجة 8 مللي، وخد بالك برضو هشيك على القطر الحديد الرأسي على 4 وهاخد الأكبر من 2، يبقى لغاية قطر 32 مللي، 32 على 4 ب 8، يبقى مسموح لي ب 8 مللي. لو في أقطار بقى أعلى من 32 مللي في المنشآت الكباري بقى والفريمات اللي شايلة أحمال عالية جدا، يبقى في الحالة دي لا، يبقى الكنة بتاعتي خد بالك من الشرط اللي هو القطر الرأسي الحديد الرأسي على 4. أقل مسافة بين الكنات 200 مللي اللي هي 5 في المتر، أو 15 مرة قطر السيخ الإيه الرأسي بتاعنا، يبقى أنا هحسب الاتنين وآخد المينيمم اللي فيهم. تعالوا بعد كده نشوف بعض الرينفورسمنت ديتيلز. زي ما قلنا من شوية ان اقل قطاع عمود هياخد 4 اسياخ رأسية فقط هو 300 في 300، لان احنا قلنا المسافة بين الاسياخ الرأسية بأي حال من الاحوال لا تزيد عن 250 مل، يبقى لو انا قلت 25 كفر و25 كفر يبقى 300 ناقص 25 ناقص 25 ادتني ال 250 بالظبط. في ملحوظة مهمة جدا، بنقول المسافة بين الأسياخ الرأسية المربوطة من ناحيتين لا تزيد عن 250 مللي، اللي أنا بشاور عليها ديت
ده كده كان لف، يبقى ده بقول عليه مربوط من ناحيتين، وده كان لف حواليه يبقى ده بنقول عليه مربوط من ناحيتين. يبقى بين المسافة بين الأسياخ المربوطة من ناحيتين ما تزيدش عن 250. في شرط تاني لازم نعتبره معانا ولازم أخده معايا في الاعتبار، بنقول المسافة بين السيخ المربوط من ناحيتين اللي هو زي الحالة دي، الكنة لفت حواليه أهي، والسيخ المربوط من ناحية واحدة اللي هو يدوب الكنة لمساه كده، لا تزيد عن 150 مللي. يبقى لازم الشرط ده أخده معايا في الإيه، في الاعتبار. أقدر أغير شكل الكنة، لو أنا غيرت الشكل الكنة بالشكل ده، الشكل ده مسموح أستخدمه والشكل ده مسموح أستخدمه، نلاحظ هنا إن ده أصبح مربوط من ناحيتين وده مربوط من ناحيتين، يبقى ما تزيدش عن 250. طب في الاتجاه التاني ده مربوط من ناحيتين ده مربوط من ناحيتين، يبقى برضو ما تزيدش عن 250، وهكذا برضو نفس القصة هنا. يبقى المسافة بين الأسياخ المربوطة دي 250، دي 250، المسافة هنا ده ناحيتين وناحيتين يبقى 250، الاتجاه التاني ده ناحيتين وده ناحية واحدة يبقى 150. العمود ده كل الأسياخ هنا متربطة يبقى 250. برضو هنا نفس الايه، نفس الكلام، هنا 250 ده ناحية واحدة يبقى 150. برضو هنا نفس الايه، نفس الكلام. في الوول بقى ممكن اللي بنربط كل شوية بحاجة بنقول عليها كانت ايه، حباية. لو القطاع العمود بتاعي ممكن يبقى حرف ال كده لو موجود في الكورنر بتاع المبنى، لازم الكنات برضو بتاعتي زي ما احنا شايفين ان هي تربط كل الاسياخ الايه الرأسية بتاعتي. شكرا.